برحب بيك يا احمد، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا احمد، مبروك يا احمد، ادائك ألو جميل ألو وصوتك السلام حلو. عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. قول لي شعورك ايه بعد ما الاغنيه الناس كلها على الفيسبوك الحقيقه بترددها وبتشيرها، احساسك ايه دلوقتي يا نجم؟ يعني والله العظيم يعني شعوري حلو، ويعني اشكر والله يعني انكل عمرو، اصل هو جاب لي اعمل قرار لحد عندي، يعني لولاه يعني لولاه ما كنت هقدر دلوقتي اللي انا فيه دلوقتي. انت جميل وشاطر وتستحق كل خير، وهرجع لك لسه كمان اتكلم معاك، بس خليني برضو اشكر النجم امير كرارة يعني الحقيقة على الاغنية الجميلة دي. وخلينا بعد اذنك برضو نعرف المشاهدين فكرة الاغنية او النشيد الوطني انك انت واحمد تطلعوا فيه جات منين. والله يا استاذ عمرو، الفكرة جات لي عن طريق بصراحة كلمتني الاول اختنا وحبيبتنا مريم امين، وهي طبعا زميلتنا العزيزه. بصراحه طبعا اول ما كلمتني طبعا ما ترددتش لحظه يعني ان انا اعمل حاجه زي دي، لان انا اللي بشكر احمد والله ان هو خلاني اشارك معاه في اغنيه وطنيه زي دي. طبعا النشيد الوطني حاجه مهمه لينا كلنا، وبشكر طبعا الشركه المنتجه اللي خدت الخطوه وعملت لاحمد الشيخ الموضوع ده. وعايز اقول لك انه زي ما الاغنيه النشيد الوطني عمل يعني ضجة الحمد لله النهاردة عشان أحمد الشيخ، عايز أقول لك أنا كمان مبسوط بردود الفعل بتاعة النشيد الوطني بصراحة. يعني جميل، لأن أنا اللي بشكر أحمد طبعا إن أنا غنيت معاه. أحمد شاب موهوب وجميل وشخصية جميلة وزي العسل وصوته تحفة، وأتمنى إن إحنا نشوف حاجات تانية، وأتمنى إن الشركة اللي أنتجت له دي تكمل معاه، لأن خسارة الموهبة دي ما تكملش صراحة. صحيح. طيب يا احمد، اظن النهارده انت مش هتنام الفرحه، يعني النجم امير كراره بيشيد بيك الاشاده دي، فاعتقد انك سعيد جدا دلوقتي. يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني انا ما شاء الله يعني ان شاء الله يعني اغني معاه المره الجايه، او ممكن مثلا يعني اكون عند المسلسل بتاعه الجديد ان شاء الله. ده راسم على تقيل كده يا نجم يا استاذ امير، ده راسم على تقيل، تتر المسلسل اللي جاي. يا سلام، يا ريت ده يعلي المسلسل والله العظيم. طيب جميل، اتمنى يعني ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمه كده، ربنا يكرمك والله يا احمد، يعني ونشوفك هنا يعني نجم كبير، ونسمع لك حاجات قريب كويسه جدا. ربنا يكرمك يا حبيبي، وبشكرك والله ان انت يعني انت اللي رضيت ان انا اغني معاك النشيد الوطني. بشكرك والله يا احمد. طب يعني بشكرك طبعا يا استاذ عمرو. لا العفو، تعاملوا لا يا فندم، يعني ده واجبنا. الشكر لحضرتك الاول، ده شكر لحضرتك يعني. انا اللي هتكلم عنه في البرنامج المحترم بتاعك. الله يسلم سيادتك يا فندم. خليني بس يا فندم يعني اسمع احمد، بس عنده واضح في كلمه عايز يقولها لك يا استاذ امير بعد اذنك. قول يا احمد. عايز تقول ايه يا احمد؟ والله العظيم يعني ممكن لو امير كرارة ما عندوش مانع، ممكن اخواتي يعني يكونوا في المسلسل الجديد ان شاء الله. عايز يبقى معاك يا نجم في المسلسل. يا سلام، اعتبره خلاص بقى هو بطل المسلسل. يعني لو حضرتك مش بتمانع. طيب. يبقى البطل واحنا كلنا شغالين وراك يا عم احمد. ده خبر يا جماعة، هو خبر للصحافة الفنية كلها ان احمد الشيخ ان شاء الله يعني هيبقى في المسلسل مع النجم امير كرارة ان شاء الله. دايما كل اعماله الحقيقة كلنا بنحبها وكلنا بنتابعها، وبنحس ان انت واحد برضو من الاسرة المصرية. خليني اقول لك يا استاذ امير، يعني انت واحد من الاسرة المصرية كلها بنعتز بيك. يعني خليني بس اقف مع حضرتك على جزئية اخيرة، وانا عارف يعني عشان ما اطولش عليك، الدور المجتمعي. الله يسلمك. الدور المجتمعي اللي حضرتك بتقوم بيه، واللي برضو فيه فنانين افاضل بيقوموا بيه، ده دور الحقيقه مهم جدا. ارجوك يعني ايه الخطوات اللي ممكن تتعمل اللي تتاخد مجموعه من الفنانين، وخصوصا الشباب اللي الشباب فعلا بيحبوهم والبنات بيحبوهم، يقوموا بادوار مجتمعيه زي كده، ايه اللي ممكن يحصل؟ والله اللي يحصل فعلا ان احنا لازم زي ما حضرتك بتقول، يبقى لازم في توعيه، لازم في احترام للمشاهد واحترام للجمهور اللي بيتفرج علينا، ولازم بقى دايما ان احنا يعني ربنا يكرمنا نبقى قدوه لناس كتير، شباب صحيح.
شباب كويسين وشباب محترم. احنا الشعب المصري والشباب المصري شباب زي العسل وشباب صحيح. زي الفل لما يتفرجوا علينا واحنا بنعمل حاجه كويسه. اتمنى ان هم برضو يشوفونا ان احنا بنعمل حاجات محترمه فاحنا نحترمهم وهم يحترمونا، ففي الاخر نطلع مجتمع شكله لطيف. وانا شايف ان في الفتره الاخيره بصراحه الناس ابتدى عندها وعي وفي الموضوع اختلف والثقافه اختلفت والشباب بقت ماشيه صحيح. الموضوع يعني الموضوع الحمد لله بقى للاحسن. الحمد لله الحمد لله. شكرا جزيلا النجم امير كرار، شكرا جزيلا لوجودك معانا في من مصر. واسمع من احمد بقى يا استاذ احمد، يعني واضح النجم امير كراره بيحبك ومتحمس ليك جدا، ان شاء الله يبقى ليك معاه حاجه في المسلسل الجديد، ولكن خليني اختم معاك بحاجه انت تحب تغنيها لينا النهارده في من مصر، تقول ايه؟ يعني في حاجة اسمها عاشق، يعني اصلا يعني خاب اصلا يعني خاب، بس يعني الاغنية دي بس مش كلها. طب قول لنا يعني حضرتك مش بتمانع جملتين ثلاثة كوبليه كده منها، اتفضل يا حبيبي. حاضر. عاشق عاشق ليالي الصبر مداح القمر، أنا عاشق 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 ليالي الصبر مداح القمر، عشق العيون السمر غواني صاهر. الله عليك. عاشق ليالي الصبر مداح القمر، عشق العيون السمر غواني صاهر، لولا النهار في جبينك، لولا الورود في جبينك. طيب شكرا يا احمد، هايل، خلينا سقف لك في خدودك لولا الامال. كامل يا حبيبي. شكرا. طيب يا حبيبي اتفضل. يعني برافو برافو، يعني انا بسقف لك، واكيد كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي يا احمد بتسقف لك لانك جميل وشاطر وصوتك حلو، وان شاء الله يكون ليك مستقبل فني مشرق باذن الله يا حبيبي. كل التوفيق الفنان الشاب احمد الشيخ اللي شارك النجم امير كراره في النشيد الوطني بلادي بلادي. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر النجم امير كراره على وجوده معانا. الف شكر يا استاذ امير.